إنه صيف العام 1918، الهاربون من الجيش التركي يصلون لبنان بحال مزرية، فيما قوات الأمير فيصل الذي لقب آنذاك بمحرر العرب تتقدم من أريحة على خط عمان درعا دمشق لتواجه وصول الحلفاء بقيادة الجنرال الإنجليزي هنري ألمبي الذي كان يضع خطواته الأولى في تاريخ استعمار سوريا ولبنان. ومع دخول فيصل إلى دمشق دخول الفاتحين، دخل الجنرال ألمبي بعده بساعات قليلة مزودا بتعليمات قادته: أخنقوا حركة فيصل ولورنس، أوقفوا السيل العربي، تذكروا اتفاقية سايكس بيكو. كان الحلفاء يحضرون أنفسهم لرسم سياسة المنطقة وتنفيذ أطماعهم عليها التي كانوا قد صاغوها فيما بينهم في اتفاقات سرية، سواء مما عرف من اتفاقية سايكس بيكو 1916 أو وعد بلفور 1917. وفي نفس الوقت يودون أن يوائموا أو يؤلفوا ما بين هاتين المعاهدتين أو هذين الاتفاقين واتفاق مغاير جدا مضاد جدا، وهو ما عرف بمراسلات الحسين ماكماهون. 1918 كانت القوات البريطانية قد احتلت كل فلسطين، بدأت تحضر عسكريا لإسقاط دمشق على اعتبار أن هذه المدينة تشكل قلب المنطقة الدولة الإسلامية بفترات معينة منذ عهد الإمويين ثم شريكة لبغداد. كان الطرح السياسي اللي على ساحة بلاد الشام بيتمثل بثلاث طروحات، هي وحدة عربية قومية عربية، في عنا طرح قومي سوري، وفي عنا طرح القومية اللبنانية. هذه القوة السياسية كانت تتجذبها هذه الطروحات الثلاث. عشية وصول فيصل إلى دمشق هذا التجاذب كان على قدم وساق، وكان على تواصل مع قوى خارجية وبالتحديد مع قوات الحلفاء سواء البريطانيين أو الفرنسيين. ولكن وسط هذه الأجواء كيف كان الحال في جبل عامل وقراه؟ وما الذي كان يحصل على الخارطة العاملية التي كانت ولا زالت تشكل الامتداد الجنوبي الغربي لبلاد الشام ووجهها المطل على فلسطين والبحر المتوسط؟ حقيقة الأمر أن الناس يعني تنفست الصعداء بعد انهزام تركيا نتيجة الظلم والتعسف والجور الذي كان يحيق بالناس. إضافة إلى هذا كان الوضع أن أكثر الناس الذين عملوا في المجال السياسي ووعوا الواقع السياسي آنذاك كان في طليعتهم السيد عبد الحسين شرف الدين الذي يقول ما أن انتهت الحرب مباشرة، يعني 30 أيلول 1918 ولم يمر أكثر من يومين حتى مرت فرقة إنجليزية بقيادة قائد قوات الحلفاء الجنرال ألمبي على شاطئ صور وأنزلت العلم العربي. وكان هناك اتصالات أعقبت الثورة العربية بين زعماء وقيادات عربية في فلسطين، في سوريا، في جبل لبنان وفي المدن التي شكلت لاحقا لبنان مع الثوار العرب. يعني كان دائما طموح جبل عامل أن ينتمي، وهون بطرح مشكلة أخطر حتى الآن لم تجد حلا لها، هي مشكلة الانتماء. مشكلة الانتماء ليست وقفا على جبل عامل. نهاية العام 1918 شهد إعلان الحكومات العربية الموالية للأمير فيصل في لبنان وإعادة إلغائها إرضاء للفرنسيين تارة وللإنجليز تارة أخرى. انتهى ذلك العام على وقع أخبار مؤتمر الصلح في باريس الذي أقر مبدأ الانتداب على البلاد السورية، لكن المزاج السياسي الإقليمي كان في واد والمزاج العاملي في واد آخر. الواقع في جبل عامل يختلف عن بقية واقع الجوار. نحن عندنا إضافة إلى سلطة الزعماء ورجال الإقطاع آنذاك
سلطة تفوق كل السلطات، وهذه السلطة تطأطأ أمامها حتى رؤوس الحكام، إنها سلطة العلماء والمراجع الدينيين، وبعض الذين كانوا يعني من خلفهم يعملون بالسياسة إلى جانب بعض الزعماء المنطقة ككامل الأسعد آنذاك. يعني هذا المجموع من الخليط السياسي كانوا متحمسين جدا لمبايعة الثورة العربية والشريف حسين. الأعيانية العاملية سواء منها الزمنية والدينية كانت أميل إلى الطرح القومي العربي في إطار مشروع عربي، ولكن كلا الطرفين العربي وجبل عامل لم يكن عندهم إدراك لمفهوم الأمة ولمفهوم القومية. من هنا وقعوا بتخبط عندما استلموا السلطة وتشكيل الحكومة برئاسة الأمير فيصل في دمشق. كان الوعي السياسي متقدما جدا، دائما العامليون طالما أنهم كانوا هم ممكن أن نسميهم المجموعة أو الكتلة اللبنانية، الكتلة العربية تقريبا الوحيدة باستثناء العراق التي كانت تنتمي إلى الفكر الشيعي الاثني عشري، وترى يعني الثورة الحسينية كانت جزءا من ثقافتها حتى بالنسبة إلى غير المتعلمين. العام 1919 كان عاماً لجمع العرائض، فيما لندن وباريس تقدمان وعوداً كاذبة للأمير فيصل. انشغلت البلاد العربية والمدن اللبنانية بلعبة الاستفتاءات التي ألهت الناس والسياسيين. راح الكل يجمع العرائض، من يريد حكومة عربية ومن يريد التبعية لفرنسا، حتى حدث الانقسام بين مؤيدي الانتداب ورافضيه. استحصل الطرفان على عرائض وعرائض مضادة، عرائض تطالب بلبنان الكبير بحماية فرنسية، وعرائض تطالب بجبل عامل داخل الإطار السوري العام باستقلال تام دون أي حماية أو وصاية. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية كان وصولنا إلى الاستفتاء الدولي مباشرة، والذي جرى في جبل عامل بعشرة تموز 1919 في مدينتين رئيسيتين صور وصيدا. وبدأ هؤلاء الفرنسيون إجراءات عسكرية ميدانية أظهرت أنهم يريدون بالفعل أن يحتلوا هذه المنطقة عسكريا، وبالتالي رسم مشروع جديد لهذه المنطقة. بدأت هناك مقاومة بالأساس سياسية، أو بالأحرى تساؤلات، ماذا يريد هؤلاء؟ في نفس الوقت التي انفجرت ثورة شعبية، فينا نقول عمل طبيعي كان. كانت نتائج الاستفتاء فعلا مفاجئة للقوى الغربية بضخامتها ووضوحها، ولم يكن لديهم من الخلقية السياسية مع الأطماع المعروفة بأن يستكينوا أو يرضخوا لنتائج هذا الاستفتاء. لا بد أن كان الموقف الفرنسي انتقاميا ثأريا. وفي هذه الأثناء يمكن الحديث عن بدايات المقاومة في جبل عامل. تعاطى الفرنسيون مع اللبنانيين بتمييز ديني وطائفي أدى إلى نقمة عاملية. وصل الأمر بالفرنسيين حد نزع السلاح من البيوت العاملية الشيعية وتوزيعه على أبناء المناطق المسيحية استدرارا للفتنة بين الطرفين. وأمام واقع سياسي واجتماعي واقتصادي مزر، قرر الزعماء العامليون العمل لنزع وصاية فرنسا عن البلاد، وكان القرار مواجهة المحتل الفرنسي وإنشاء ما سمي آنذاك بالعصابات. قامت عصابات، يعني ما يسمى هون كلمة عصابة بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي، عصابات مسلحة لمواجهة المشروع الفرنسي والوجود الفرنسي في بلاد الشام، بقيادة أدم خنجر وصادق حمص وغيرهم من القيادات الثورة. وفي نفس الوقت
كانت الأعيانية الشيعية العاملية سواء منها الدينية والزمنية كان عندها هاجس أساسي أنه الحفاظ على المذهب ووحدة الكلمة. لذلك لم يتصدوا إلى الثوار، بل أيضا أشاعوا أنه هن على استعداد للسير بمشروع العربي. الشيعة في جبل عامل بايعوا العلماء، بايعوا السيد عبد الحسين شرف الدين والعلماء الآخرون، فكيف يبايعون فرنسا ولا يبايعون الثورة العربية، خصوصا أن قائد الثورة العربية يعني له جذور وأصول تمتد إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يولد العامل المسلم ونظرته نحو الشرق، غالبية المسيحيين يولدون ونظرتهم نحو الغرب، يعني نحن نحلم بالنجف وهم يحلمون بمدرسة روما المارونية في الفاتيكان. إذا من الطبيعي أن نكون نحن مؤهلين أكثر من سوانا للانتماء إلى الشرق، وأن يكون بعض المسيحيين مؤهلين أكثر من سواهم للتطلع نحو الغرب. ولد أدهم خنجر عام 1895 في بلدة المروانية لأسرة إقطاعية ممتدة من الأسرة الصعبية العريقة، وبسبب وضع عائلته المرموق تابع تحصيله العلمي في مدرسة الفرير في صيدا، وبعدها في المدرسة الأمريكية في الميومية، بما فيهما من تغريب ثقافي وتعصب طائفي. ويروى أن أدهم التحق بعصابة صادق حمزة وتعاهدا على القرآن والسيف أن يخلص كل منهما للآخر. يبدو أن ولادة أدهم في العمل المقاوم جاءت متأخرة نوعا ما، ويمكن القول بأن ذلك طبيعيا، فهو بايك ابن بايك، وبالتالي ليس بهذه البساطة ممكن أن يقدم على عمل مسلح فيه مغامرة، فيها مقامرة بالمستقبل الذي ممكن القول عنه أنه من مجبر عليه. لكن في إقامته في صيدا كانت الأجواء المدنية الحضرية في المدينة توحي له بأن ثمة غطرسة فرنسية، وكان مقيما عند صهره راشد باك عصيران الذي كان ملتقا لبعض رجال السياسة العروبيين. أدهم كان في صف هذه النخب. حصلت معه أحداث خاصة، أراد أن يبرز مثل أي شخص عنده طموحات، وأيضا كان ممكن يتوقع مستقبلا له بعد أفول الدولة العثمانية، وهو كما نعرف يعني جزء من هذا المشروع العربي آنذاك. كل هذه العوامل ساهمت في جعله في مقدمة الثوار الذين سيبدأون قتالا وصدامات عسكرية مع سلطات الاحتلال الفرنسي ولاحقا الانتداب. يجب أن نذكر الحج إسماعيل الخليل في صور، الذي تذكر التقارير الفرنسية أنه كان وراء الاضطرابات التي اندلعت في منطقة صور بالمال والرجال والعتاد التي كانت تنطلق من بيته. وإذا علم أن صادق الحمزة من منطقة دبعال قريب من جوية مناطق وبافلاي مناطق نفوذ آل الخليل، فيمكن أن يفسر بأن آل الخليل كانوا وراء ظاهرة صادق الحمزة التي انطلقت قبل غيرها. يقول البعض إن أدهم وجماعته من الثوار لم يملكوا مشروعهم السياسي الخاص بهم القادرة على المواجهة الفعلية، فهل يصح القول إنهم بالفعل لم يملكوا مشروعا سياسيا رغم أنهم كانوا قادة الثورة الشعبية التي تسعى لزعزعة سيطرة المحتل الفرنسي؟ يعني صادق حمزة أو أدهم خنجر أو محمود بزي أو غيرهم من هذه القوى
والسيد عبد الحسين شرف الدين وكل هذه المجموعات كانت ضد الوجود الفرنسي ومواجهة المشروع الفرنسي، بس ولكن لم يكن لهذه القوى قيادة موحدة، يعني ما كانش عندهم مشروع سياسي. العديد من المؤرخين قد لا يتحدثون عن مشروع سياسي ما عند هؤلاء الثوار أو حتى في جبل عامل بشكل عام. نعم صحة هذا القول تأتي من خلال أن جبل عامل سياسيوه وثواره وحتى شعبه والوا الدولة العربية في دمشق، وبالتالي التحقوا بمشروع الدولة العربية ولم يكن لهم مشروع خاص بهم. أدهم ضرب العسكري الفرنسي قد يكون جرحه أو قتله فأصبح مغضوبا عند السلطة فأراد أن يأوي إلى قوة، هذه القوة كانت تتمثل في صادق حمزة الفاعور الذي كان قد أعلن ثورته في منطقة صور، فجاء إلى ظل فترة مع صادق، وهذا مؤكد من بعض الذين كانوا من زلم صادق وأدهم بيعرفوا لأدهم بيعرفوا صادق، فقالوا لي ظل معنا شي 6 أشهر أدهم، ثم صادق قال له باك تروح تقود الثورة بمنطقة النبطية، وجمع مجموعة من الرجال وصارت الثورة بجبل عامل جزء شقين، شق شمال النهر وشق جنوب النهر، جنوب النهر صادق وشمال النهر أدهم. كلاهما ينتمي أدهم خنجر أو صادق إلى عائلات عريقة في الحكم، أدهم خنجر صعبي، صادق حمزة من آل الصغير، لكن أدهم ينتمي إلى عائلة إلى حد ما شبه أرستقراطية. إنها الأرستقراطية إذن، فهناك ثوار دراويش وهناك ثوار أرستقراطيون، كان هذا نتاج الفوارق الطبقية التي خلفها الإقطاع العثماني أولا ثم الإقطاع والاستعمار الفرنسي ثانيا، وكان أدهم الأرستقراطي الذي خلع ثوب إقطاعيته منتصرا للباس الثوار في الأودية البعيدة. البعض الذين يتناولون شخصية أدهم خنجر على أساس أنه ينتمي إلى عائلة إقطاعية يتخيلون أن الثوار يجب أن يكونوا فقراء، أنه دائما الثورة تنطلق، وهذا تكذبه الأحداث العالمية كلها، يعني نعرف على المستوى العالمي كله أنه ليس من الضروري أن يكون الثائر الثورة الغير مرتبطة بالفقر. أحيانا ترى معظم ترى العملاء من بين الفقراء، ممكن أن يستغل الفقير يستغل الفقر ليكون صاحبه عميلا، ليس هذه النظرية مرفوضة كليا. ثمة ملاحظة هنا، فأدهم خنجر ورفاقه الذين كانوا أبطالا ومخلصين في عرف البعض كانوا زعماء عصابة وقاطعي طريق ومعتدين في عرف البعض الآخر، وبحسب صحفي وإعلامي تلك الفترة أيضا، فهل كان الثوار مجاهدين حقا أم كانوا مغتصبي حقوق؟ هذا السؤال سألته ذات مرة عام 1994 لرجل من بلدة البازورية كان عمره 111 عام، الحج عبد وطفة رحمه الله، فقلت له يقال يا حج أن صادق وأدهم كانوا لصوص يسرقون الماعز والبقر والقمح وإلى آخره، فانتفض هذا الرجل المسن الهرم ووقف عن كرسيه ليقول عيب، عيب أن يقال عن هؤلاء هذا الكلام، لأنهم كانوا مجموعة كبيرة يدخلون إلى بلدتنا فبيقوم وجيه الضيعة بيستقبلهم بيذبح لهم عنزي أو غنمي أو عجل بقر أو شيء وبيعزم وبيأكلوا. قال لي لك يا حبيبي هولي شو في وراهن دولة كانت تساعدهم، هولي كان الناس هي اللي تساعدهم، هني أولاد هالناس وهني من هالناس، فكانت الناس تقدم لنا المساعدة. طبيعي أن يكون هنالك في عصر أدهم خنجر وصادق حمزي وغيرهم من الطبيعي أن يكون هنالك من يرى أن عملهم أنهم طياح أو أنهم مشاغبون، كما هو الحال الآن وكما هو الحال في كل أقطار العالم. كله يجب أن نعرف أن كل من الناس ممكن أن تتضرر مصالحها مما يقوم به الثوار وتبقى راضية عنهم. الناس عادة يفتشون عن مصالحهم الآنية.
الأذية كانت إفرادية وليس الأذية بشكل تصميم على الأذية، يعني ما كان في محاولة لأشعال فتنة مذهبية بجبل عامل، ولا كان هذا هو مشروع، لا كان مشروع إذا جاز التعبير هو مجابهة الاحتلال الأجنبي. ولكن حصلت حالات فردية يستغلوا الظرف وبيقوموا بأعمال منافية للعمل الوطني، وهذا ما يشير إليها الشيخ أحمد رضا في مذكراته، بيقول أنه في استغلت هذه الانتفاضات المسلحة ضد الوجود الفرنسي لتحقيق مآرب خاصة. بمذكرات الشيخ أحمد رضا بالعرفان يقول أن أدهم يعني كذا مرة كان يلتقي بلصوص إما عم بيشلحوا الناس يعني محتويات لمعن أو عم يسرقوا قمح أو إلى آخره، كان يعيد هذه المسروقات إلى أصحابها بمنطقة النبطية. صادق نفس الشيء بمنطقة صور، كذا مرة كان قد ألقى القبض على لصوص وأعاد المسروقات إلى أصحابها، فكيف نقول عن هؤلاء لصوص؟ نهاية شهر نوفمبر عام 1919، وصل الجنرال جورو إلى بيروت على رأس 30,000 جندي، مفوضا ساميا عسكريا في سوريا ولبنان. يومها توقعت صحافة دمشق أن يسيل الدم كالنهر، لأن جورو معروف بالقسوة والبطش. وبالفعل انتهى العام على تصاعد حركة المقاومة العاملية التي تصدى لها الفرنسيون بقوة، ثم شهدت بعض القرى العاملية حوادث اعتداءات بين المسلمين والمسيحيين بفعل التحريض الفرنسي على خلفيات طائفية، الأمر الذي اتخذه الفرنسيون ذريعة مناسبة ليصدر كليمانسو الضوء الأخضر للتحرك ضد الثوار العامليين. لكن هذا لا يمنع عن وجود وجوه بارزة في مرجعيون وغير مرجعيون كانت تعتز بعروبتها، تعتز بانتمائها للمنطقة، وحتى الكنيسة الأرثوذكسية مثلا لم تغير مقرها من الشام، بما ترمز إليه الشام وبما ترمز إليه من انتماء عربي وانتماء. التعميم في رأيي خطر. استطاع الثوار في أحداث كانون الثاني 1920 أن يسيطروا على إجدادة مرجعيون لمدة 3 أيام، وأن يحاصروا القوات الفرنسية في المطلي إلى أن أتتهم النجدات. فكانت حملة فرنسية أولى عملت تأديبا في منطقة جديدة مرجعيون والحولي وأعتاب الجولان، واستطاعت أن تحرق وتدمر وتصادر وتأسر بما يؤلم العامليين. أعلن الانتداب الفرنسي الأحكام العرفية، دمر بيوت زعماء العامليين واعتقل بعضهم الآخر، فيما فر الكثير من الأهالي باتجاه مناطق حوران السورية. وفي شباط عام 1920 قام جورو بجولة تفقدية لبلدات جبل عامل، وبدأ يفكر بالحسم العسكري. لكن نحن كعامليين معنيين مباشرة بالظلم الفرنسي نشعر أننا مستهدفين في الواقع نتيجة استهداف تاريخي ليس ابن ساعته. يعني نحن دائما حتى وإن كنا بالموقع الأقوى نشعر دائما أننا مستهدفين، والمؤسف أن هذا صحيح. كأن فرنسا عاقبت هذا الجبل الأشم في فترة الانتداب، وجاءت
حكومات الاستقلال لتعاقبه حتى يعني حتى فترة الحرب الأهلية عام 1975 أصبح جبل عامل في عالم النسيان، وفرنسا أرادت أن يعني تعطي درسا لكل الحركات الثورية في المناطق التي تحتلها، أن ضربت على جبل عامل غرامة مالية 100,000 ليرة ذهبية، فجبيت 500,000 ليرة ذهبية، وأدخل جبل عامل في عالم النسيان والفقر المدقع والجهل، وهذا ما أدى إلى يعني إفرازات اجتماعية عديدة وكثيرة. العمليات العسكرية في وجه الفرنسيين أصبحت تتكاثر لدرجة كذا عملية في اليوم الواحد لمدة أكثر من شهر. تجد جريدة البشير المعادية للعمل المقاوم تعدد عشرات العمليات المقاومة، ولو أنها تقول هاجم الأشقياء وكمن الأشقياء وعادوا بسلب ونهب، ولكنهم يقولون في نفس الخبر أنهم قتلوا عددا من الفرنسيين. نيسان عام 1920 شهد المحطة التاريخية الأهم في جبل عامل التي تمثلت بانعقاد مؤتمر الحجير. جاء المؤتمر بعد حملات التحريض المتبادل بين أهل جبل عامل والمسيحيين. أدهم خنجر وصادق حمزة كانا في طليعة الحاضرين في المؤتمر مع رجالهم وعتادهم العسكرية. بدا مؤتمر الحجير ذريعة أخرى لإشعال النقمة الفرنسية على العامليين والعزم على تأديبهم. بمذكرات الذين حضروا مؤتمر وادي الحجير يقولون أن صادق الحمزي مع 400 مسلح تقريبا هم الذين حموا الجانب الأيمن للمؤتمر، يعني انتشروا من تلال المشرفة على وادي الحجير من عند فرون حتى أبريخة. بالمقابل أدهم كان بالجانب الآخر، الجانب الشرقي من صوب طلوسة والأنطرة، وهولي كانوا حماة المؤتمر أولا. ثانيا وهذا الأهم، أنه كان إلن دور سياسي بالمؤتمر. نعم يعني كان فيه أنه السيد عبد الحسين شرف الدين يستدعي صادق الحمزي وأدهم خنجر زعيما الثورة، وحط القرآن الكريم وحلفن يمين ما يؤتوا بأي يعني إساءة لأحد، ما دام المندوبين اللي بدين ياخذوا وثيقة المؤتمر إلى دمشق لمبايعة فيصل، وحلفوا يمين. وصادق كان واضح بيمينه، وضع يده على القرآن وقال أنه أقسم أنه لا يأتي بسوء لأحد إلا من كان إلبا للفرنسيين، وكلمة إلبا يعني عونا للفرنسيين، إن جهادنا سياسي وليس ديني. كان يعني واضح برأيه بهذا الموضوع، يعني ما كانش في قسم أنه ممنوع تجيبه الفرنسيين، يعني هذه شغلة كتير جيدة. والنقطة الثالثة اللي وصلوا إلى أنه مبايعة الأمير فيصل، وهذا بأكد على شغلي أنه اللحمة العاملية كانت قائمة بين رجال الدين وبين الأعيانية الشيعية الزمنية. مؤتمر الحجير في الواقع نتيجة إدراك الزعامات الدينية والعاملية أنها أمام خيار مصيري لا يمكن لشخص أو لشخصين أو لمجموعة أن تتحمله، لذلك لم يدعوا أحدا سواء من الأعيان أو من الذين لهم حد أدنى من الحضور على الأرض إلا ووجهت الدعوة له، لأن القرار مصيري. بعد أقل من شهرين على مؤتمر الحجير جهز الفرنسيون حملة عسكرية بقيادة نيجر لتأديب العامليين، فاجتاحت جبل عامل بالحديد والنار محرقة الأخضر واليابس، وكانت نتائجها مأساوية جدا على أهل جبل عامل وقراه. أثناء الحملة هناك مراسلات ما بين الجنرال غورو والفرنسيين، بيقول لهم بأن الحملة على جبل عامل غير كافية، يجب استكمالها بالوصول إلى دمشق. وأحد مرافقي الحملة فؤاد الخوري من عين إبل، كان يوم ذاك من شباب المسلح، يقول أن نيجر عندما وصلوا إلى مايس قال لهم تستطيعون العودة إلى قراكم
أما نحن فمستقبلنا إلى دمشق. كانت مأساوية بكل معنى الكلمة على جبل عامل، أنه أول شيء كل القيادات العاملية أما حكم عليها بالإعدام أو جرى نفيها، كما حصل لكامل الأسعد، نفي كامل الأسعد وهجمت دار كامل الأسعد وهدمت وسلي على أملاكه، والسيد عبد الحسين شرف الدين أيضا كان غادر سرا صور إلى فلسطين ومن ثم إلى مصر، وغيره من القيادات العاملية. بدأ الفرنسيون منذ تلك اللحظة بعد علي المملكي التحضير لاحتلال دمشق، وكان أول خطوة لهم تنظيف منطقة العلويين بواسطة الكولونيل نيجر، ثم تطهير جبل عامل من الثوار، وهو ما حصل مع حملات نيجر لاحقا قبل أن يبدأ الاتجاه نحو معركة ميسلون في تموز 1920. نزح العامليون المهجرون إلى منطقة الحولة، فيما عصابات الثوار راحت تعيد تنظيم قوتها وعديدها بمساعدة حكومة دمشق أو بانضمام المزيد من الشبان الناقمين على المحتل الفرنسي. لكن الأحداث التاريخية سجلت في 24 من تموز عام 1920 وقائع معركة ميسلون، فسقطت دمشق عاصمة الحكومة العربية، وخضع جبل عامل للفرنسيين، فانحسرت العصابات التي ذهب قادتها إلى شرق الأردن والجولان. معركة ميسلون كانت حاسمة بحيث أن أنهت مشروعاً وشكلاً سياسياً وأحلت بدلاً منه شكل آخر، أنهت الحكم الشريفي في دمشق وطردت فيصل إلى فلسطين ويروح يدبر راسه، وأقام الجنرال غورو في دمشق وحقق الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان كما كان مخططاً. لا يمكن فصل المقاومة العاملية عن المقاومة العربية، ومن يعود إلى تلك المرحلة يلاحظ مدى خاصة عندما اتخذت المقاومة شكل من أشكال التنظيم. في البداية بالفعل كانت المقاومة على شكل عصابات، لكن عندما بدأت حركة الثورة العربية لابد ولاحظ هؤلاء أن عليهم الانتماء، ولما انتموا للثورة العربية والحركة العربية في فلسطين وفي سوريا تحديدا اضطر الزعماء إلى حضنهم. معركة ميسلون يعني كانت محطة تحول مش بس عند العامليين، عند كل القوى السياسية في بلاد الشام، لأنه كشفت أول شيء ضعف المشروع العربي، نقطة تانية أظهرت قوة المشروع الغربي وأسراره على تنفيذ مشروعه هي حسب اتفاقية سايكس بيكو، وبالتالي المشروع الصهيوني في فلسطين. الثوار وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام سلطات الانتداب الفرنسي. دولة جديدة أعلنها غورو في 1 أيلول 1920 هي دولة لبنان الكبير. صادق حمزة اتجه نحو الأردن وأدهم أيضا نحو الأردن قبل أن يعاود التنسيق مع بعض الثوار في سوريا. بدأ منذ خروجه من لبنان يعني من العام 1921 فينا نقول كمان في تلك المرحلة عمليات ضد تواجد القوات الفرنسية في سوريا، كما قلت في التنسيق مع رموز المقاومة في تلك المنطقة. بعد معركة ميسلون لجأ أدهم خنجر إلى مناطق الحولة وسكن قرية ذات أغلبية يهودية تدعى الزبيد، لكن إقامته بين اليهود لم تطل بسبب مضايقاتهم له، فاتخذ له مسارا جديدا بين الجولان وإربد، محاولا إعادة التواصل مع الثوار العرب لاستهداف المصالح الفرنسية من جديد. تذكر بعض المصادر أنه ذهب مع رجاله لنسف محطة الكهرباء في دمشق،
فانكشف أمرهم ولاحقهم الفرنسيون، إلى أن كانت المحاولة الأهم مع جماعة الثائر المجاهد أحمد مريود لاغتيال الجنرال جورو في القنيطرة في حزيران عام 1921. أدهم خنجر شهرته كلها أنه حاول يغتيل غورو، يعني هذا الإنجاز الأهم بحياته، حتى هي غير مثبتة. هلا بتقليل الفرنسيين حطوا اسمه بقول لك ايه، لأنه الفرنسيين بكون من زمان راصدين مجموعة. هو قتل فرنسيين لا شك، قتل فرنسيين، ونحن طبعا مع الفرنسي كمحتل كغازي كواحد مقيم ببلد مستعمر لبلد غير بلده، شو عم يعمل هون؟ مع قتله يعني بشكل أو بآخر. وجدت في الأرشيف الفرنسي يوجه الاتهام إلى أدهم خنجر، يعني هذا الشيء موجود بأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، أنه اتهم أدهم خنجر مباشرة بإطلاق النار على الجنرال جورو. كتب كاترو في مذكراته عن محاولة الاغتيال يقول: أصيب جورو بثلاث رصاصات في كم يده اليسرى المبتورة وقتل مساعده. اللي أطلق النار واللي قاد العملية هو أدهم خنجر، وهذا اللي بيشير له أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. صار أدهم إذن مطلوبا للفرنسيين بتهمة القتل والمقاومة. وضع الفرنسيون جائزة كبيرة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فيما استمر هو بالتخفي بين الأردن والجولان حوالي السنة. وفي ليل 17 من تموز عام 1922 وصل إلى بيت زعيم جبل العرب سلطان باشا الأطرش طالبا الحماية والتخفي. وبعد مداهمة الفرنسيين للبيت ومعركة حامية بين الطرفين في ظل غياب صاحب البيت، تمكن الفرنسيون من اعتقاله واقتياده مخفورا إلى سجن السويداء. ومن هناك سرب رسالة مكتوبة لسلطان باشا يستنهضه فيها للعمل على تحريره. أخذ موضوع اعتقال أدهم خنجر من منزل الثائر سلطان باشا الأطرش بعدا وطنيا قوميا إنسانيا وحتى قبليا على أساس العادات السائدة في جبل العرب، وهو ما حصل من تصدي سلطان باشا الأطرش للقوات التي اعتقلت أدهم خنجر عندما عاد إلى منزله وأخبرته والدته بما حصل. ما كانش سلطان باشا الأطرش أو كان يعني حتى ما نفتح كتير علامات استفهام، ولكن اللي حصل أنه لم يكن سلطان باشا الأطرش هناك وجرى إلقاء القبض عليه بغياب سلطان باشا الأطرش، ولكن بمساعدة من؟ أناس من عائلة الأطرش الذين هم الذين أخبروا الفرنسيين عن وجود ومكان وسهلوا عملية إلقاء القبض على أدهم خنجر، لدرجة أن السلطان نفسه لجأ إلى شرقي الأردن لمدة أشهر معلنا ثورة أو تمردا، إلى أن سعى أعيان الدروز لاستصدار عفو له، فكان أن عاد إلى جبله. أما صادق أدهم خنجر فقد نقل بالطيارة من دمشق إلى بيروت وحوكم. نقل أدهم بالطائرة إلى دمشق ومنها إلى بيروت، حيث حاكمه الفرنسيون بصفة محارب عسكري وبتهمة قتل بعض جنودهم. أدين أدهم بشهادة البعض وصدر الحكم بإعدامه. وإلى محلة الرملة البيضاء في بيروت وصل يحمل كوفيته وعقاله في يمينه ليواجه الشهادة بكبرياء، رافضا أن يضع العصابة على عينيه. أعدم أدهم خنجر رميا بالرصاص.
ودفن ليلا في جبانة الباشورة في قبر هو اليوم مجهول المعالم. قبل إعدامه بأيام طلب منه أن يعني آخر طلب يمكن أن تؤديه له السلطات الفرنسية، فأشار إلى أنه يريد زيارة قريته المروانية، وهذا ما حصل. اقتيد إلى البلدة برفقة عدد من الجنود، وعندما وصل إلى البلدة كانت صبايا القرية على عين الضيعة. طلب من الجنود السماح له بأن يشرب آخر شربة ماء له من عين الضيعة، وهذا ما حصل. ثم أكملوا به باتجاه منزله، وكان موسم حصاد، كانت يداه مكبلتان، فطلب سنبلة قمح فركها بيديه وتناول حباتها من خير تلك الأرض، ثم قفل مودعا بلدته إلى بيروت. هي فعلا نهاية مأساوية، يعني عندما يعتقل أدهم خنجر من بيت سلطان باشا الأطرش ويؤخذ إلى قلعة السويدة، ثم يؤتى به إلى سجن القلعة في بيروت، ثم بعد أسبوع يعدم رميا بالرصاص في منطقة الروشي في شهر آب 1923، وتطوى هذه الصفحة بشق منها. أما صادق فيلجأ إلى الأردن بعد يعني تسوية الأوضاع بين فرنسا وبريطانيا، ويطلق عليه الرصاص من عملاء دعوا أنهم هم بحماية صادق. نعم، وتحمل مياه نهر الأردن جثة صادق وتختفي، وأدهم يدفن في مكان لا يعرف، وتطوى يعني صفحة الثورة في جبل عامل، ويدخل جبل عامل في لبنان الكبير، وينسى جبل عامل ويدفع غرامة مالية رهيبة. يعني وكأن العامليين فاتوا بتجربة اسمها ثورة ضد مستعمر لا نريد أن يحكمنا. هناك قول لأحد المفكرين أنه إذا لم تكن قادرا على صرع التنين فليكن لك شرف مصارعته. يعني إذا أنا على الأقل أبقي على جذوة المقاومة مستمرة. كيف كانت ردة الفعل الشعبية والعاملية بعد إعدام أدهم خنجر؟ ما الذي كتبته الصحف؟ ماذا فعل العامليون وجبل العرب والثوار؟ أدهم بكل حياته مع حتى نهايته شكل قصة كاملة، يصاغ منها قصة، وخاصة الخاتمة أنه مات وأحيا ثورة وأعدم. كل هذه المسائل يعني بتعطي عطته في أهمية أكثر من غيره. كان لي أدهم لصادق حمزي في كل قرية من القرى مناصرين وأتباع. حين كنت طفلة في الخمسينات وفي الستينات كان هنالك رجل لا يزال حيا كانوا يقولون لي قبل أن أسمع باسم، كنت أسمع باسم أدهم خنجر، إنه هذا الشخص كان كبيرا في السن، كان عجوزا، ولكنهم كانوا يقولون أنه لم يتزوج لأنه كان مقاتلا مع أدهم خنجر، وكانوا يجلونه ويحترمونه كثيرا. فإذا كان التابع محترما إلى هذا الحد فكيف بالأصل؟ أهمية أدهم خنجر في النهاية المأساوية التي حلت به، ومن خلال أنه الشرارة الأولى للانتفاضة الأولى في جبل العرب. يسجل له أنه حكم بالإعدام كمحارب عسكري، كمجابه للقوات الفرنسية، كقاتل لسكرتير غورو، ولذلك كان إعدامه رمياً بالرصاص وليس شنقاً أو إلى آخره. أغلب النخب في تلك المرحلة تعاملت مع مشروع الدولة الجديد، وبالتالي ليس من مصلحته على الإطلاق أن تطالب أو أن ترفع الصوت مطالبة بالثائر أدهم خنجر، على أساس أنه يخضع لمحاكمة قضائية، وأنه بحسب التعبير الفرنسي مجرم ويستحق العقاب دائماً. يعني الأحداث التاريخية منذ آلاف السن لا تؤدي الثورة، لا تؤدي النتائج، نتائجها لا تكون مباشرة، نتائجها تبقى في الوجدان الشعبي.
أجمعت وثائق تلك الأيام أن الجنود الفرنسيين نقلوا جثة أدهم بعد إعدامه ليدفنوه ليلا في جبانة الباشورة في بيروت. ومنذ العام 1923 حتى اليوم لم يعرف ضريحه ولم يكتب اسم الثائر البطل على شاهدة قبر يخلد اسمه في مدينة تناسته، بينما حملت شوارعها أسماء مغتصبيها ومستعمريها. فحين يتسع الوطن ليمجد ذكرى جورو وكاترو وكليمانسو وويغان وغيرهم العشرات من المستعمرين، تضيق أحياؤه ومقابره عن مجرد أثر لبطل ثائر أعدم لأجل كرامة وطنه وحرية شعبه.